ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. اندلع حريق وصف بالمهول زوال أمس الأربعاء بشارع عبد الخالق الطريس وتحديدا قبالة مسجد الأمة بمدينة تطوان. وقالت مصادر من عين المكان إن النيران شبت بموزع كهربائي وذلك بسبب تماس كهربائي عرفه الجهاز. وتابعت ذات المصادر أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح، فيما خلف حالة من الذعر والصدمة في نفوس المواطنين الذين كانوا بالجوار، فيما لاحظ بعض النشطاء التدخل الغريب للوقاية المدنية، فيما أكد آخرون أن الماء الذي كان يستعمله رجال الوقاية المدنية يعرضهم للخطر، وذلك لأن الماء موصل كهربائي.